الآن ينضم إلينا مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم. مرحبا بك علي. علي، أسألك، هل من مستجدات بخصوص تظاهرات المعتصمين طبعا في الساعات الأخيرة؟ تفضل علي. يعني اليوم الهدوء يخيم على الاحتجاجات، يعني أقصد الهدوء من ناحية الاشتباكات بين القوات الأمنية وبين المحتجين. شاهدنا اليوم يبدو أن هناك خطة أمنية جديدة في التعامل مع المحتجين، رغم تقدم المحتجين إلى الساتر الأخير من الدخول إلى المنطقة الخضراء ونصب الخيم هناك، إلا أننا لم نشاهد أي ردة فعل من قبل القوات الأمنية، وهذا يبدو جديد بعد ما حدث يوم أمس وبعد التوجيهات الأمنية الجديدة للقوات الأمنية. نشاهد اليوم يعني نشاهد عدم الاشتباك، بالتالي الذي خيم على أجواء الاحتجاجات هذا اليوم هو مجلس العزاء الذي أقام بالقرب من وزارة التخطيط عند أبواب المنطقة الخضراء، وحضر الكثير من قيادات الحشد الشعبي هذا مجلس العزاء، فضلا عن حضور قيادات الفصائل وأيضا حضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية إلى هذا مجلس العزاء. أيضا تم نصب الخيام بالتحديد هناك، يبدو أن رقعة الاحتجاجات ستتسع بالقرب من أبواب الخضراء اليوم وخلال الأيام القادمة، يعني اليوم عند الجسر المعلق وعند أيضا باب وزارة التخطيط، بالتالي هذا هو تصعيد. ويبدو أيضا رسالة، أيضا جاء حديث قبل قليل من قبل المحتجين بعد إعلان مفوضية الانتخابات أنها ستنهي الطعون يوم غد. هذا الموضوع يبدو أنه سيؤجج الشارع أكثر، لأن المتظاهرين تحدثوا عن رفضهم للانتخابات ومفوضية الانتخابات. أعلنت أن عملية الطعون لا تغير الكثير من النتائج، حيث أغلبها جاءت متطابقة 100%، وأننا يبدو أننا مقبلين على تصعيد خطير خلال الفترة القادمة، خاصة إذا ما علمنا أن المحتجين رفضوا نتائج الانتخابات ويتحدثون عن رفض تام لهذه النتائج. أيضا يتحدثون عن أنهم البعض يتحدث عن إعادة الانتخابات برمتها. فضلا عن ذلك، اليوم المطلب الجديد للمحتجين وهو الكشف عن من رمى يوم أمس المتظاهرين بالرصاص الحي ووقوع شهداء. وهنا أسألك علي، هل لديك حصيلة هل لديك حصيلة معينة يعني بعد حالة الاحتكاك مع القوات الأمنية، سواء من جانب المتظاهرين المعتصمين أو من القوات الأمنية، هل هناك حصيلة معينة؟ يعني كنا بانتظار حصيلة رسمية من قبل وزارة الصحة، لكن لم تعلن لا وزارة الصحة ولا حتى خلية الإعلام الأمني عن حصيلة نهائية لضحايا وشهداء يوم أمس، حيث آخر حصيلة خرجت من وزارة الصحة يوم أمس عند 6 مساء تحدثت أنه لا يوجد أي شهيد، لكن اليوم صباحا تم تشيع أحد الشهداء، وهذا ما شاهدنا، غير ذلك لم نشاهد أي شيء. ونحن بانتظار الحصيلة النهائية وبانتظار أيضا الأيام القادمة ما الذي سيحصل، حيث يعني الكثير بدأ رافض حتى عملية التحاور بين الكتل السياسية بما يخص الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة. تحدث البعض من المتظاهرين أنه في حال استمرار الكتل واستمرار عملية الوصول إلى الكتلة الأكبر الذين هم يرفضونها، بالتالي ستكون هناك خطوات تصعيدية أكبر وممكن أن تهدد السلم الأهلي، وبالتالي قد تكون هناك نتائج لا يحمد عقباها في حال المصادقة على هذه النتائج. أيضا يعني ترتفع المطالب كبيرا وكثيرا، حيث ما نشاهدها بضرورة إعادة العد والفرج اليدوي الذي بات الكثير منهم غير مقتنع به. يعني من خلال حديثنا مع عدد من المتظاهرين بدأت ترتفع المطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وإعادة الانتخابات، يعني هذا الذي يتحدث به الآن، ونحن بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، حيث كل الأمور وكل كل شيء وارد خلال الفترة القادمة. طيب، المواجهات مفتوحة على كل المستويات. نعم، مراسلنا من بغداد كنت معنا علي عبد الكريم، شكرا لك.